بكم إلى موجز الأحداث الوطنية على قناة الحدث الإفريقي. جدد المغرب والنمسا مساء أمس الاثنين بالرباط تأكيد إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، مشيدين بالعلاقات الممتازة بين البلدين. وأعرب البلدان عن إرادتهما المشتركة لإقامة حوار استراتيجي على مستوى وزيري الشؤون الخارجية بهدف تعميق مجلة التعاون القائمة وتطوير سبل جديدة للتعاون. كشف المرصد المغربي للسجون أن 51% من سجناء الأحداث تمت متابعتهم بتهم السرقة والسرقة الموصوفة والسرقة المقرونة، و12% متهم بالاعتداء والضرب وتهم أخرى. ويسعى المرصد المغربي للسجون من خلال تقرير البارومتر الأول الذي أنجزه حول مستوى إعادة إدماج سجناء الأحداث برسم شتنبر 2022 إلى بلورة استراتيجية وطنية مندمجة تروم إعادة تأهيل هذه الفئة المجتمعية والمساهمة في إدماجها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. أكد الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية جان بيير إيلونغ أمباسي أمس الثلاثاء بالرباط أن اهتمام المغرب بالجهوية المتقدمة لتنمية المملكة يمكن أن يشكل مصدر إلهام لبلدان أخرى. وأبرز إيلونغ أمباسي عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المغرب يعتبر نموذجاً فيما يخص الدفع بقدرات الجماعات الترابية للنهوض بالتنمية وخدمة الساكنة. شدد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل الباريس أمس الثلاثاء أن المغرب يعتبر بلداً بالغ الأهمية لإسبانيا وأوروبا، مسجلاً أن العلاقات بين الرباط ومدريد تشكل سياسة دولة. وقال ذات المتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني خلال جلسة مخصصة لأولويات السياسة الخارجية لإسبانيا خلال 2023 إن العلاقات مع المغرب لا يمكن أن تكون إلا سياسة دولة، والمغرب بلد مهم لإسبانيا وأوروبا. إلى هنا نأتي إلى نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.